السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن عملة أردنية وهي نصف درهم أردني اللي هي 50 فلس، ودي تاريخ إصدارها 1984 ميلادي. وطبعا تم إصدارها في المملكة الأردنية الهاشمية. ولو جينا للوجه الأول لهذه العملة بنجد إن مرسوم طبعا بيحمل صورة الملك حسين ابن طلال رحمه الله، وعلى اليمين مكتوب الحسين ابن طلال، وعلى الشمال مكتوب ملك المملكة الأردنية الهاشمية. ده الوجه الأول. لو جينا للوجه الثاني، ده الوجه الثاني للعملة، بنجد فوق مكتوب سنة الإصدار 1404 هجري، 1984 ميلادي، وفي النص مكتوب نصف درهم، وبعدين تحت منه مكتوب 50 فلس، وبعد كده مكتوب تحت 50 فلس مكتوب 50 فلس، وبنجد ده في الدايرة اللي هي في النص. في تحت هذه الدايرة مكتوب ذا هاشمية كينجدم أوف جوردن، اللي هي المملكة الأردنية الهاشمية. لو جينا لمواصفات هذه العملة بنجد إن هي مصنوعة من النحاس والنيكل، ووزن القطعة 7.5 جرام، وطول القطر 26 ملم، وسمك القطعة 1.93 ملم. لو جينا السعر الحالي لهذه العملة، السعر الحالي لهذه العملة على المواقع اللي هي الإلكترونية المصرية بنجد إن هو بيتراوح من 44 إلى 45 جنيه مصري. ولو جينا على موقع إيباي برضو المهتم ببيع وشراء العملات القديمة، بنجد ان السعر الحالي 3.5 دولار. وانا في نهاية هذا الفيديو سايب صور من صفحات بعض هذه المواقع اللي بتبين مواصفات هذه العملة، واقل سعر واعلى سعر والسعر الحالي ليها. وفي نهاية الفيديو ما تنسوناش من الضغط على زر لايك وسبسكرايب مع عمل شير للفيديو تشجيعا لنا على تقديم فيديوهات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.